ونتحدث بعمق في هذا الملف مع ضيفنا الدكتور محمد الصبان الخبير النفطي. أهلا ومرحبا بك دائما دكتور محمد على شاشة سي إن بي سي عربية. هذه ليست أول شركة نفط أمريكية أو حتى أجنبية تتعثر أعمالها وخاصة مستحقاتها في أي دولة أجنبية أخرى تعمل بها. يعني كان هنالك دائما يعني شركات معروفة جدا. لكن أن تهتم الحكومة الأمريكية وتمنح شيفرون رخصة لعودة أعمالها من أجل أن تحصل ما لديها من أموال مستحقة مع شركة النفط الفنزويلي أمر لا أعتقد أنه 100% حقيقي. هل السبب يعود إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحفظ ما وجهها يعني في موضوع إمدادات النفط بعد الخلاف الروسي الأخير، ولكنها دخلت من هذا المدخل البديهي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخت رولا. في الواقع الولايات المتحدة تتبع معايير متناقضة دائما وأبدا، فرضوا على فنزويلا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وحظرت النفط الفنزويلي من الدخول أو الإبحار إلى الأسواق، وهي تعرف مدى أهمية فنزويلا. لكن الآن في ظل التراجع في إنتاج النفط الروسي وأزمة الطاقة التي يعاني منها السوق العالمية وجدنا أنها تبحث عن حلول وتعتقد أن هذا حلا مناسبا، وإن كانت مقيدة لهذا الحل، حيث أنها مجمل الإنتاج لا يزيد عن 700 ألف برميل يوميا، وهو إنتاج فنزويلا الحالي. تطالب الولايات المتحدة شركة شيفرون أن لا تتوسع في حقول جديدة وأن تبقي الطاقة الإنتاجية عند هذا المستوى، وبالتالي هذه زيادة ضئيلة لن تؤثر، لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي نفس الوقت طبعا الاتحاد الأوروبي يخاطب ويداعب فنزويلا من أجل تصدير النفط، لكن في ظل الطاقة المحدودة وفي ظل الحظر القائم على تطوير حقول جديدة فإن هذا لن يحصل. نعم، مؤخرا شهدنا مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا فيما يتعلق بالطاقة وأمن الطاقة وإمكانية التصدير لفنزويلا. هذا كله يحدث بعيد هذه الحرب الروسية الأوكرانية التي أفرزت هذا الواقع. الآن هذه الخطوة عن طريق شيفرون، ما هو مردودها الفعلي في حال تمامها؟ المردود الفعلي نحن نعرف كما ذكر رفع الحظر بأن الشركة بيدافيسا الفنزويلا سوف لن تحصل على العائدات من بيع هذا النفط إلى الولايات المتحدة، لأن هنالك ديون على هذه الشركة ولا بد أن يتم استيفائها قبل أن يتم الاتفاق على ماذا سيحصل في الفترة القادمة. هو نوع من الابتزاز، لكن هم يعرفون أن فنزويلا هي في أشد الحاجة إلى العائدات أيا كانت، ويعتقدون أن فنزويلا سوف توافق على ذلك وتنتظر إلى أن يتم تسديد الديون وتبدأ في الحصول على عائدات إضافية. لكن هذه الخطوة لن تساهم أو لن تغير في السوق العالمية الشيء الكثير. 700 ألف برميل هي تنتجها في كل الأحوال، وبالتالي التصدير سوف لن يؤثر في ميزان الطاقة العرض والطلب. نعم، طيب كونه لن يكون هنالك عائد للحكومة الفنزويلية جراء هذه العملية، فنزويلا اليوم هي في أمس الحاجة للغذاء والدواء والحبوب وغيرها، وهي تحتاج إلى عملة أجنبية، هل ستبقى معتمدة على مساعدات الأمم المتحدة وأيضا منظمات ومؤسسات التمويل الدولي وغيرها؟ هناك تفكير في الأمم المتحدة أو خطوات عملية لإنشاء صندوق في الأمم المتحدة لمساعدة فنزويلا، وتدفع لذلك الولايات المتحدة اعتقادا منها أن هذا سيخفف عليها، بينما هي تغلق عليها الباب من حيث العائدات. كان يمكن استيفاء الديون المستحقة لشيفرون جزئيا أو تدريجيا إلى أن يتم استيفائها بالكامل،
لكن لم ترد الولايات المتحدة هذا، وهذا نوع من الابتزاز الحقيقي الذي تقوم به الولايات المتحدة. نعم، دعنا إذن نشهد نحن في اليومين الماضيين البارحة تم توقيع اتفاق داخلي في فنزويلا فيما يتعلق باتفاق بين المعارضة والحكومة، يعني اتفاق وصف بالتاريخ، طرحه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. الآن في ظل ربما هذا الود السياسي بين أمريكا وبين فنزويلا بغض النظر عن هذه الصفقة لشيفرون، ما هو المتوقع في سوق النفط في هذه المنطقة؟ المتوقع كالتالي أخي العزيز، المتوقع أن تدريجيا الولايات المتحدة سترفع الحظر أو ستبدأ في زيادة الكميات المصدرة لها من فنزويلا من خلال شيفرون. متوقع أن تبدأ تدريجيا، وخاصة في ظل الأزمة، أزمة الطاقة الحقيقية التي يعاني منها العالم. أتوقع أن يكون هنالك انفراجة بالنسبة للاستثمار في حقول جديدة، وبالتالي هذا قد يؤدي إلى رفع أو زيادة الإنتاج الفنزويلي بالذات الموجه منه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن تأثير ذلك على السوق العالمية سيكون ضئيل، خاصة في المراحل الأولى. وإن زاد الإنتاج فيما بعد، فإن تجهز لاستيعاب هذا الإنتاج، وبالتالي تعدل من كميات تخفيض الإنتاج التي لديها. نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا ومضيفنا من جدة الدكتور محمد سرور الصبان الخبير النفطي، دائما على مشاركاتك معنا. شكرا جزيلا. إذن